مرحبا. بكل أسبوع بنعمل جولة فنية عربية وعالمية، بنقدم لكم أهم الأخبار والمهرجانات والحفلات وكمان أهم التصريحات، بالإضافة لأجدد الإصدارات الفنية ولقاءات حصرية رح نعرفها بعد لحظات باستديو. شيرين عبد الوهاب تختتم ليالي سعودية مصرية بإثارة الجدل. كدابة، حسام حبيب يحير الجمهور بأغنيته الأخيرة. صراع الفنانين والتيك توكرز، آراء صريحة من عابد فهد وسيف الدين سبيعي. إصرار المرأة على التعلم وكسر العادات في الوشم. صلح عمرو دياب وعمر مصطفى بحفل ليالي سعودية مصرية. ضيف استوديو لليوم النجم خالد شباب. مساء الخير عن جديد. اختتمت شيرين عبد الوهاب أولى حفلات ليالي سعودية مصرية، ويلي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، لجانب عدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل في مصر، ومنهم عمرو دياب، يسرى، منى شلبي، إلهام شاهين، عمر يوسف وغيرهم الكثير. طبعا شيرين رحبت بالحضور وقالت: نجوم السما غيرانا منكم، بنرحب بنجوم المملكة منورين. وقدمت شيرين عبد الوهاب مجموعة من أبرز الأغاني، منها مشاعر، الوتر الحساس، حب جنة، وسط تفاعل كبير من الحضور. وهذا الشيء إجا ضمن أولى حفلات ليالي سعودية مصرية بالتعاون طبعا بين الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ووزارة الثقافة المصرية. خليني أقول نشكر الله إنه هالخبر عن شيرين ما في مشاكل وأخذوا عطا وصد ورد، خبر عن نجاح حفلة بمصر بدورنا من إلا ألف مبروك. ولكن شيرين رجعت مثل قبل قوية وعم بتركز على فنها، وطبعا مو معقول تمرقها على خير إلا ما هيك تعمل له شي قصة. فخلال أداء أغنية حب وجنة عملت حركات مهضومة على المسرح، وصلت فيها يمكن لمرحلة وصلت رسالة معينة. خلونا نشوف الفيديو ونرجع. ما رح أبعد كتير عن شيرين عبد الوهاب، لهيك خبرنا التالي رح بيكون عن طليقة حسام حبيب. سبحان الله، اسم الاثنين دائما مرتبط بالشائعات والمشاكل، وأكيد سمعتوا عن إطلاق أغنيته الجديدة كدابة يلي قال فيها: كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة. وهيك حسام بيكون حير جميع المتابعين وخلاهم يتساءلوا لمين مكتوب هذا الكلام. اعتبر البعض أنه الأغنية موجهة لشيرين، بالأخص أنه نشر ستوري بكلماتها ورجع وحذفها. الأغنية طبعا تصدرت الترند، وأنا أكيدة أنه أغلب فانزات شيرين فاتوا سمعوها لحتى يعرفوا شو هي القصة من وراها، وهذا الشيء رح بتشوفوه بالتعليقات على اليوتيوب وطبعاً غيره من التطبيقات. أما فنياً حسام عم يحضر لألبوم مؤلف من 10 أغاني كلها على طريقة السنجل، ونحن أكيد منتمنى للاثنين راحة البال والنجاح والسعادة بحياتهم. ركزوا على كلمة راحة البال، مهم هلأ خلونا نسمع الأغنية الجميلة وساعدوني اكتشف يا ترى بيقصد فيها شيرين ولا خطأ مطبعي. لا تزال كاميرا المخرج عمار تميم عم بتدور بدمشق لا تنهي تصوير مسلسل الوشم والمقرر عرضه بموسم رمضان 2024. هذا العمل بأشامية ولكن بصورة مختلفة عن السائد من الأعمال الشامية، سلط الضوء على أهمية دور المرأة بالمجتمع، أساسيات تعليمها يمكن لحتى تصير عضو فاعل بالمجتمع وتظهر بالصورة الصحيحة. العمل من بطولة عاطف حوشان، وفاء مصلي، لينا حوارنة، دانا جبر، وباسل الأسود، والكتار غيرهم. وطبعاً من إخراج عمار تميم، وأكيد كاميرا استوديو تواجدت بالكواليس ورجعت بهي اللقاءات. 425 كونتينيو على 14 ساوند 1 3 2. وعمل فينا نقول بيئة شامية فانتازية شوي، بعيد عن ما تدول قبل عن البيئة الشامية. طرح غريب شوي رح يكون للمشاهدين، لأنه الحتوتة بحد ذاتها بتتحمل هذا الشيء، حتوتة ابن مفقود وبنت بدها تتجوز بنفس اليوم يطلعوا من السجن ما بيعترف فيها، فيها شوية غموض القصة.
30 حلقة هو لأنه لرمضان يعني. طبعا بتعرف أنت المشاهدين برمضان ما بيحبوا كتير موضوع العشر حلقات، وهذا مفضل بعد رمضان. برمضان بيحبوا يحضروا المسلسل كامل من أول يوم لآخر يوم برمضان، وإله جمهوره الخاص بيكون. عمل بيئي شامي بدون تحديد فترة زمنية، نص كتير ظريف في مجموعة حواتيت، مجموعة قصص، مجموعة شخصيات يعني تدور حول هاي القصص. يعني لا يتعلق الموضوع بقصة وحيدة والناس تنطر شو بتشوفي، أكثر من قصة وأكثر من حدث. أنا شخصيتي اسمه ساطع، ساطع أحد المحاور الأساسية بهذا العمل. المشكلة ما بدي أحكي كثير عن ساطع لأنه رح يكون فعلا مفاجأة للجمهور. الجمهور ما متعود يشوفني بهيك كاركترات، بهيك شخصيات، ما رح أحكي عنه كتير، رح أتركه مفاجأة، ورح يكون فعلا مفاجأة شخصية هذا العمل. إيه في خط للمرأة، التعليم وخروج المرأة الشامية أو المرأة السورية بالعموم، لأنه حدد الشامية يعني خروج المرأة السورية عن هذا النمط البيتوتي، إنه هي ممكن تدرس، ممكن تكون دكتورة، ممكن تكون إلخ. هلأ المشاركة رئيس كراكون، ولكن هيك حركنا رئيس الكراكون شوي، خلينا بتعرف أخذ طابع بالدراما الشامية. رئيس الكراكون دائما بيحب الهدايا، أنا سويته بيحب الهدايا ما بيحب الرشوة، فكتير هيك لعبنا على الشخصية بطريقة ظريفة، إن شاء الله تطلع لطيفة. هلا الأعمال الشامية اللي شفنا اللي ذكرتها فعلا كانت ظالمة لهذا الدور. بالوشم كان دور فعال أكثر، يعني قدر يستفيد من الأخطاء الماضية ويقدمها بشكل أحسن شوي. هلأ أنا بشوف لازم يكون في مراجعة أو في مرجع، يعني المرجع هو الأساس بالأعمال الشامية، يعني مو يتناول بمجرد حكاية، يعني يكون في مرجع له علاقة بالتاريخ اللي عم بينحكى فيه هذا العمل. أنا أخذ شخصية زكريا، حدا كتير بسيط، يعني خلينا لك طبقة دنيا أو فقيرة، يعني هو بالنهاية بيشتغل عند الزعيم أبو مالي، بس راح نشوف هون المعاملة مختلفة، يعني إنه ما عم نحكي إنه والله زعيم واللي بيشتغل عنده، لا راح نشوف الزعيم بيعامله كواحد من أولاده، يعني نتيجة علاقة قديمة مبنية على أساس الاحترام والمحبة والود وما إلى ذلك. زكريا على الصعيد الشخصي خير بالمطلق، يعني إذا بدأ راح يشوف حدث جدا مهم وجدا غريب ايضا، يعني راح يخليه يعني كانه اول مره بيشوف هيك شيء، فراح يغيره لزكريا، راح يحرك جواته كثير شغلات، ما راح احرق يعني، بس شغلات منيحه ما انا سيئه يعني، هي بالمختصر. وراح يتعامل على هذا الاساس، يعني راح نشوف زكريا بطابع، بعد ما يصير معه هذا الحدث راح نشوفه بطابع اخر، ولكن كله ضمن نطاق الخير، يعني ما راح يطلع عن الشر. هي حرقت شغله بس ما بيأثر، عاديه يعني، ما انا محرزه، اي ما انا محرزه. هلأ للأمانة أنا هي أول مرة، أول تجربة على صعيد الإخراج، سواء مخرج منفذ أو مخرج مساعد، لأنه تعددت أدواري هون بحكم الصداقة اللي بيني وبين المخرج الأستاذ عمار تميم. حب هالمرة أني يكون معه وراء الكاميرا، قال لي أنت عندك فكرة، صار لك زمان يعني تشتغل وعندك فكرة عن هذا الشيء، وأنا بتعجبني وجهات نظرك يعني، فتعال نتشارك ونشوف شو منقدر نعمل. فأنا كمان حبيت، كان في ظرف بيمنعني يكون متواجد بشكل دائم بالتصوير، يعني أنت وتكون ممثل عندك 100 مشهد مثلا، قد يكون تصويرهم 25 يوم 15 يوم 20 يوم على هوا وببلوكات مختلفة، يعني بأوقات تصوير ممكن تكون بعيدة عن بعض، بينما وقت تحكي أنت هلأ هون صرت مخرج منفذ أو مخرج مساعد، فأنت بدك تكون كل يوم، حتى بدك تكون بالمونتاج، حتى بدك تكون بالتحضير، لأنه أنت صرت معني بنجاح أو لا سمح الله فشل هذا الشيء. جيت على سوريا بسبب من الأسباب يلي هو مسلسل الوشم، بيئة شامية. الصراحة كتير فرحان بهالعمل اللي أنا قاعد عم بعمله، وبشكر فريق العمل كامل، لأنه الصراحة ما حدا أثر في المعاملة معي، وبشكر كمان المخرج عمار تميم، وصراحة فرحان كتير، متحمس وأنا قاعد عم مثل. يعني دوري اليوم بالوشم يلي هو حكود، ما بدي أحرق كتير بس أنا أعطيك اللمحات، ابن العقيد وأهلي بكون ظالمني. الصراحة هو مسلسل يعني كان خفيف هيك، خفيف لطيف وقوي الصراحة، فبسلت فيه وكان أول عمل إلي، وفهمت كتير أشياء بالتمثيل، فهمت كيف أعطي أداء كيف هذا، وأنا فيني موهبة التمثيل يعني من وقت ما أنا صغير لهلأ صغير أنا هو يعني، بس أنه كان فيني موهبة، ما أخاف من الكاميرا، أروح أمثل أعطي أتقمص الشخصية بنفسها. سوريا جنة، سوريا جنة والله جد أقول لك.
أنا متمني إني يضلون. هلا أنا الصراحة لما دخلت في هذا المجال فهمت شغلي اللي هي إنه قبل ما تشوف الشيء وتنفذه لازم بدك تفهم، بدك شيء مميز، بدك شيء مميز بعالم السوشيال ميديا مشان الكل يصير النظرات عليك، كل الناس تشوفك مين هذا الشخص، مين هذا الشخص اللي عم بيعمل هيك أشياء مميزة. وبفكر بكل خطوة بدي أخذها الصراحة. خلينا نبلش هالخبر المثير للجدل ونقول شابو للنجم عابد فهد يلي حكى رأيه بكل صراحة ووضوح ومن دون زعل، وانتقد فيها زملائه من الوسط الفني يلي عم يظهروا بتحديات البث المباشر الكترانة كتير بالفترة الأخيرة، يلي عم بتسبب طبعاً خلافات بين بعض النجوم يلي نحن منحبهم ومتعودين عليهم. خلال مقابلة أجراها عابد كان موجود معه ضيفة بلوجر بالحلقة، رغم هالشي حكى بكامل الشفافية وصرح إنه ما بيشوف حاله ببثوث السوشيال ميديا على تيك توك وغيرهم ومشاركتهم بتحديات للحصول على هدايا ومبالغ مالية، وقال ليس مكاني اطلع لايف واقسم الشاشة بالنص أنا وشخص آخر وضيع وقت عيب. وقال أيضا إنه الفنان بيقدر يجيب مصاري من محل تاني محترم أكثر. هيك بيكون عابد قال نقطة انتهى، مثل اسم المسلسل يلي كلنا بانتظاره برمضان المقبل. على فكرة وصلنا لوقت ما بقى عرفنا البلوجر والتيك توكر من الممثل والمغني، أنا بشوف عنده حق شوي. أما بالنسبة للمخرج والممثل سيف الدين سباعي هاجم أيضا وعطى رأيه بهذا الشيء يلي عم بيصير بعالم السوشيال ميديا الغريب، وقال عم بنشوف جيل هائل من التيك توكرز والبلوجرز يلي غزوا العالم بالتفاهة، شو هالتفاهة؟ لوين وصلانين نحنا؟ طبعا هذا رأي عابد فهد وسيف الدين السباعي، شو رأيكم انتو بالموضوع؟ اكتبوا لنا اياه بالتعليقات. هالفترة كتير عم يتصدر اسم الهضبة عمرو دياب مواقع السوشيال ميديا من حفلات مكتملة العدد لأغاني ونجاحات كبيرة، ولكن اليوم اسمه تصدر الترند بعد فيديو صلح بين عمرو دياب وعمر مصطفى يلي ما مر مرور الكرام على السوشيال ميديا وداولوه المتابعين بشكل كتير كبير من كواليس حفل ليالي السعودية مصرية. ظهر عمرو مصطفى بمقطع الفيديو وهو عم بيصافح عمرو دياب وعم بيعانقه بحضور أحمد أبو هشيمة بعد فترة طويلة من الخلافات والصد والرد بيناتهم، وعلى ما يبدو أنه القطيعة وأخيراً انتهت. المقطع لقى ترحيب كبير وتفاعل من الجمهور مع تعليق الصلح خير، وفعلاً الصلح خير، بس يا ترى رح نرجع نشوف تعاون يجمع الهضبة بعمر مصطفى أم كان الصلح شكلي فقط؟ الله أعلم. حلقتنا لسه مكفية وفيها الكثير من الأخبار والعناوين يلي بتهمكن، فاصل صغير وراجعين لنكمل الاستوديو. ضيفي هادي ورزين بيعرف تماماً شو بده وين بتنوجد مكامن قوته وضعفه. من أول ظهور لإله أثبت أنه نجم صف أول، قدم أدواره ببراعة ونوع بين شخصياته، فمن باسل بكريستال لسامر بالخائن وصولاً لعتبات البهجة بمصر والكثير من الأعمال الثانية. نجم مبدع، صاحب إطلالة راقية، محبوب، ضيفي قدر يرسم لنفسه خط ما بيشبه فيه حدا بالدراما، وقال أنا موجود ونحن الشباب والخريجين قادرين نقدم أعمال بتليق بالفن والدراما السورية. وفعلا هو كان خير مثال لهذا الجيل. ضيفي اليوم المبدع خالد شباط. يسعد مساك خالد. يسعد مساكي ويسعد مساء الجمهور الكريم وكل العاملين بقناة سنا. شكرا على هاي المقدمة اللطيفة. بالعكس، يعني هذا شيء قليل جدا من القصص اللي نحن بنحب نحكيها عنك واللي شايفينها فيك. نحن اول شيء فخورين فيك يعني كممثل سوري شاب قدر يحقق هالنجاح والانتشار الهائل بالوطن العربي وقدر يوصل للصفوف الاولى بسرعه كثير كبيره، فانا بهنيك خالد على النجاح اللي عم تحققه ويلي لسه ناطرينه منك كثير. يعني شكرا والله، بيعني لي بشكل حقيقي الكلام. يعني انا بحب سميه محاولات وتجارب، يعني في سعي في محاوله في اجتهاد، ان شاء الله هيك
قادر يكون دائما يعني موفق بالخيارات وبالتجريب اللي عم حاول اعمله. ان شاء الله يا رب اكيد، ونحن عندنا ثقه بذكائك وانتقائك للادوار المختلفه والصعبه، حنحكي اكيد خلال لقائنا عن هاي القصص. خلينا هيك نبلش من الخائن، هاي الشخصيه يلي اجت مباشره بعد مسلسل كريستال وكانت مختلفة تماماً، احكي لنا شوي عنها، كيف عم بتشوف الإصداء والنجاح لها؟ بصراحة يعني بعد كريستال تحديداً، بعد هي المرحلتين، مرحلة التصوير اجت بعد كريستال ومرحلة العرض اجت بعد كريستال، فبكل وحدة كان هيك في عم عيش تحدي يعني بالموضوع. الأول كان بإني تجاوز باسل كممثل، وبظن لاني عملت شخصيه سامر هذا ساعدني باني ابتعد شوي عن الادوات الخاصه بباسل، لانه هي شخصيه مرهقه بصراحه ومعقده تتملكك يعني. فقدرت هيك ساعدني سامر والشغل على سامر بانه بعد اقدر بعد عن الشخصية، يصير في ما بيني وبينها مسافه امنه يعني. ومرحله العرض كمان اجت بعد كريستال فورا، فالعالم كانت متعلقه عاطفيا بباسل، فما كانت عم تقدر تتقبل اول شيء انه تشوف هذا الشخص اللي كان بفورم اخر، خلينا نقول طول الوقت شخصية يعني في عندها عاطفة جياشة، فجأة لقوا واحد عنف مرته، شخص غاضب عنيف بشكل ما منطقي، فكان في عدم قبول لهي الشخصية بالمرحلة الأولى. بس هيك كان هذا رهان بالنسبة لي إنه نحن عم نحكي عن شخصية اليوم موجودة بالمجتمع. صحيح. القسوة بالطفولة ما حتصنع نموذج صحي على كبر، فكان بالنسبة لي هذا الرهان على هي الشخصية، نتعب بس نفهم قصة هي الشخصية لح نعرف ليش هو كان هيك سلوكه. نعم. إذا المشكلة بالطفولة أكثر، بالقسوة اللي تعرض لها بطفولته لحتى صار هيك نموذج، ما حدا بيولد شرير أو عنيف بالمطلق. صحيح، هي الإنسان بيتحور من يعني اللي عم يصير معنا بحياتنا هو اللي بيصنع مننا شخصية مضطربة 100%. يعني وأنت عم تحكي خالد عم بتذكر شخصية باسل قديش كان فيها أدوات صعبة، قديش هي الشخصية أخذت من وقتك لحتى تفهم خصوصية المرض، مرض أسبرجر اللي كان مصاب فيه باسل، وبعدها طلعت بدور مختلف تماماً. أنت بينك وبين حالك أنو الدور يلي أرهقك بتحضيره أكتر؟ باسل. طب وأنو الدور الأقرب لقلبك؟ باسل. ولقلبي كان رائع. الرحلة البحث بحالة اللي الموجودة عند باسل هذا كان الصعب فيها. اليوم عم تحاولي تحكي عن شخص عنده اضطراب في طيف توحد مع برضو الحالة اللي موجودة بالمسلسل، ما هي الشخصية دائما عم تعيش صراع في إنه ما نقدر نتعبر عن حالها، وهي طول الوقت في مظلومة ما حدا عم يفهمه، هو الأزدق، هو الشخص الوحيد السابق، هو الضحية الوحيدة بين الجميع، هو الضحية. فملامسة هاي المشاعر في لحظة لما بيجيكي السؤال إنه كيف الأشخاص اللي عندهم اضطرابات بيحب يشعروا أو كيف بينظروا للأشياء، هذا بشعور يعني بلامسك من جوا كثير. وأنا هي فكرة قلتها إنه أنا صار بيني وبين شخصية باسل لينك تواصل عالي المستوى. أنا إذا ما كنت عم بعمل باسل، إذا ما عندي تصوير أنا بكون زهقان إنه بدي روح صور باسل، يعني كانت الشخصية تحدي بالحياة لا بشتاق لها، بحب روح أعملها.
عم جربي ضمن شخصيات مليئة بالنقاء بصراحة، وهذا أكثر شيء كنت مبسوط فيه بالفيدباك تبع المسلسل. هو تواصل العالم اللي عنده حالات بعائلتها بقرايبينا عندهم اضطرابات، انه حدا يقول لك شكرا انا بلشت اعرف اتعامل مع اخي اكثر، فهمت انه هو ما بده الا حب. فهذا هيك بلحظه بتقولي انه تمام، يعني المحاوله يعني قدرت اوصل للناس اللي عن جد كنت حابب اوصل لهم بهي الشخصيه. أخذت مني كثير بصراحة، بس أعطتني كثير أشياء حلوة، فهذا هيك بحقق لك شعور رضا يعني بعد الجهد والتعب، بيخليك تحسي إنه هي واحدة من مهامنا كفنانين إنه نعبر عن العالم، نحكي عن الناس. فكان هذا المميز بباسل، انه ما عم نحكي عن شخصيه بي 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 من مثلا مثل سامر من الشارع، وهذا نوع اخر بالنسبه لي، والاثنين ممتعين، بس بباسل الدخول بعوالم الاضطراب النفسي والعصبي كان متعه مرهقه يعني. فاكيد باسل. شوف خالد، لما أنت قدمت هذا الدور نحن صدقناك لمرحلة ما عاد قدرنا نفصلك عنه، مثل ما أنت اشتقت لهي الشخصية. نحن يعني خلينا نقول لما الممثل يقنع الشارع بشخصيته ويحكي قصة إنسانية، لسه بيصير في مشاعر كتير قوية من قبل الجمهور باتجاه هاي الشخصية، والأثر يلي تركته هاي الشخصية مثل ما أنت عم تحكي أثر جدا كبير ومرهق لك على الصعيد الشخصي، إنه أنت تحملت مسؤولية بأنك أنت توضح هاي الصورة أو يعني جوانب نفسية لمرض معقد لشخص هو بحس مثلنا مثله للمجتمع وطلعوا على الضوء. فبالنسبة لي هذا عمل بطولي على فكرة وتحدي كتير كبير. لهيك أنا بدي أسألك، أول ما مسكت الورق وقريت شخصية باسل، هيك اجتك للحظات فكرة أنه أنا ما بدي فوت بهذا التحدي، ممكن أفشل ممكن أنجح؟ هذا بيصيبني يعني أنا وتجيني كانت أبسط شغلة أول ما تخرجت، يعني ما بدي روح أعمل لوحة بفقع الضوء، كان يصيبني هذا الخوف وهذا القلق، أني روح ولا ما روح، أعملها ولا ما أعملها، يعني هذا طبع شخصي، القلق موجود، يعني هو طبع مكتسب من التجربة اللي عشناها بال 12 سنة اللي مرقوا. فكان بالنسبة لي موجود هذا الشعور أنه هذا يعني هي الخطوة أو هي التجربة حاليا بهذا الوقت بهذا العمر، هي يا بتعمل ستيب حلوة لقدام يا أما بترجعك 10 خطوات لورا، بس هو تشالنج. من حظنا يعني طبعا أنك أنت قبلت الورق. اليوم نحن لما نحب فنان معين بدور معين ما بقى منشوف حدا غيره، يعني أنا مثلا اليوم ما بتخيل أنه في حدا تاني غيرك بيقدر يؤدي هذا الدور بهي المصداقية وبهي المشاعر، فأنت نجحت نجاح هائل فيها. خلينا نقول اليوم خالد، الأعمال العربية المشتركة ساعدت بانتشار النجوم للوطن العربي، ساعدتك، اختصرت مشوار طويل عليك، شو رأيك بهذا الموضوع؟ بصراحة أكيد هي ما بدي أقول اختصرت، هي ساعدت بأنه نحن الشباب اليوم نقدم طاقة أو نحط جهد بمكان، هذا المكان هو اليوم الأكثر رواجاً، عم يشاهد بطريقة عالية والناس عم تتفاعل معه بطريقة عالية، يعني هو بس بيثبت فكرة بالنسبة إلي، وهذا شيء أنا مؤمن فيه، إنه الجهد والطاقة والمحاولة بأي مكان كانوا ما بيضيعوا، يعني طبعا. كل ما سعيت وكل ما حاولت هذا الجهد وهي الطاقة رح تبين. الأعمال العربية المشتركة هذا النوع أو الأعمال جسر عبور خلينا نقول اليوم هي الأكثر انتشارا، فأنا مبسوط بي 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 باللي صار معي، ومبسوط لكل الشباب اللي اليوم عم
عم تشتغل. اليوم نحن كشباب سوريين هيك نشأنا بفترة كانت صعبة، صعبة علينا كلياتنا، كنا مليئين بالآمال والأحلام. اليوم حلو بالنسبة إلي أو لأي شاب سوري بأي مكان بأي بقعة جغرافية على هاي الأرض عم يحاول وعم يحقق وعم يتطور، هذا مكسب إلنا كلياتنا عن جد. خالد يعني اللي قدمته أنت عطيت أمل لطلاب المعهد العالي بسوريا ولكل حدا بيحب يمثل. أنا عم بحكي لك الحديث اللي بسمعه بالشارع إنه ما في فرص للشباب. لا، اليوم الشاب الصغير بهذا العمر، أنت مواليد 94 إن شاء الله العمر كله، وأنا نفس مواليدك على فكرة، نحن انظلمنا بالحرب كتير، فلما عم يطلع حدا من هي الدفعة أو من جيل الشباب الجديدة على الساحة الفنية، العالم عم تتفائل أنه أنا كمان بقدر كون، ما عاد الفن محتكر بأسماء معينة، أنا كمان بقدر أفرض نفسي كرقم وكنجم صف أول على الساحة. فأنت كنت خلينا نقول إلهام لكثير من الشباب يلي عم يدرسوا تمثيل أو سواء هن موهوبين بهذا المجال الفني، عم يعزفوا، عم بيغنوا، عم يرسموا، عم يكتبوا، كلياتهم لما بيشوفوا نجاح شاب من عمرهم بهي الطريقة فهن رح يكونوا مبسوطين ورح يقولوا أنه أنا كمان بقدر. يعني بتمنى أنه يكون قدرت أعمل هيك، لأنه هذا الكلام يعني بيسمي هيك بعاطفة كتير كبيرة، لأنه أنا مؤمن صراحة أنه الفترة القادمة هي فترة تكاتف كتير عالية المستوى، لازم تكون لنتجاوز كل هاي الصعوبات اللي عدت علينا كجيل. فعن جد كلام هذا اللي عم تقوليه بيفرحني، يوم أنا قدرت حقق شيء الحمد لله. بكرة في حدا جديد لح يطلع، وبعد بكرة في حدا جديد لح يطلع، لح نضل عم نقدر إن شاء الله نحقق ونعمل أشياء حلوة ننبسط فيها كشعب بحاجة إنه يفرح وينبسط، لأنه ما عن جد يليق بهذا الشعب وبهي الناس الطيبة إنها تفرح وتنبسط. أنا صار لي فترة شوي هيك بعيد هلأ انشغالات بالتصوير، فالكلام اللي قلت لي إياه مع عاطفتي ومع مع الشوق للشام فهيك مؤثر جدا. تسلم لي خالد، والشام اشتقت لك، والشام فخورة فيك ومحبينك ومتابعينك كلهم ناطرين جديدك وناطرين نجاحاتك. وعن جد حكيت لك رأيي كفان، أنا مو كحدا عم بيقدم هذا البرنامج، أنا كحدا من فانزاتك لقوايا يلي بيحضروك يلي تابعوك بكريستال ويلي ناطرين جديدك كمان ويلي عم بيتابعوك بالخائن، كل العالم عم تحكي بنفس السياق أنه أنت شخص يستحق المكان يلي وصل له وعنده مستقبل واضح جداً، أنه هو حيكون اسم مهم جداً بالدراما العربية وحيضل حاضر بهي الطريقة المميزة. لوين راح تأخذنا بعتبات البهجة؟ عتبات البهجة هجيبكم مصر. حنروح لمصر. يعني كمان هيك تجربة فيها تحدي جديد، اللهجة المصرية، الاشتغال على بيئة مختلفة تماماً على مستوى السلوك والدوافع مع ناس مليئة بالخبرة ومليئة بالتاريخ، عندها تاريخ فني عريق. يعني دكتور يحيى الفخراني هو واحد من الأسباب اللي أنا موجود فيها بهي التجربة، من فنية كبيرة طبعاً، هو واحد من الممثلين المفضلين بالنسبة لي بالوطن العربي. فاللحظة يعني تم التواصل من أجل هاي التجربة كان بالنسبة لي الوقوف قدام هذه القامة فكرة يعني حلم، يعني هيك طموح كان إنه مصر والعمل بمصر، بس إجا بشكل جميل جدا. فعتبات البهجة هيك مسلسل اجتماعي، مسلسل يعني بظن برمضان دافئ رح يكون، حتى الحتوتة الاجتماعية أنا عم بعمل فيه شخصية حفيد الدكتور يحيى، فهيك في صراع ما بيني وما بينه.
حلو. ومنشوف القصة كيف ماشية، مين الصحبي، هو صراع جيلين يعني فينا نقول. حلو، يعني عم تحاول انك تنتقي ادوار مختلفة. خالد شفناك بالكوميدي سابقا، شفناك بعمل درامي، شفناك بحالة باسل، مرض آسبرجر، حالة معقدة. كتير كتير فنانين اليوم بيهربوا من أداء هي الشخصيات المثيرة للجدل، ويلي بيخافوا يوقعوا فيها بخطأ أنه ما يعرفوا يأدوا الدور بالطريقة الصحيحة. فخالد، يعني أنت لما عم تنعرض عليك مثلا الأعمال، عم تتقصد تكون متنوع مختلف متجدد، بتخاف تكرر حالك اليوم بالفن وبالوسط الفني؟ ماني يعني التكرار، نحن المشكلة عم نشتغل بمهنة استهلاكية جدا. صحيح. التواجد بشكل سنوي بعمل أو عملين هذا بيستهلك طاقة كثير كبيرة من الممثل. بالنسبة لي التمثيل هو أعقد وأصعب من هيك، وهو رحلة بحث ما بين الحياة لتجسيدها بشكل فني. ما كثير بعرف جاوب على فكرة التكرار بصراحة، لأنه قد يحدث بشكل أو بآخر. معنا يمكن اليوم، يعني ما بعرف، أنا يمكن انحظيت بشكل الفرص كيف إجا. يعني أنا مثلا تجربة مثل الكندوش بالنسبة لي، الشخصية شخصية مصطفى لا تقل صعوبة عن شخصية باسل، بس يعني هذا محاولة التنوع. يمكن نحن اليوم كجيل جديد عنا وجهة نظر بالتمثيل، فعم نحاول نقولها، وعم بتعامل مع كل تجربة على حدة بصراحة. ما بعرف الأيام الجاية كيف بيكون شكل التجارب أو شكل الأشياء. بتمنى أني أقدر، وهذا أعتقد أنه صعب لأي ممثل عربي أنه ما يكرر نفسه، رغم أني ما بشوف أنه في شخصية تشبه الثانية حتى لو الممثل أداها بنفس الملامح يعني. صحيح. بس كله ضمن إطار المحاولات، مثل ما بلشت حديثي يعني محاولات وتجريب، ومنشوف القبول عند الجمهور. ليس خطأ خالد اليوم نكرر، يمكن في نجوم عالميين بهوليوود، خلينا نقول، ما بعرف إذا بتتفق معي، عم بيقدموا نوع معين من خط درامي معين. مثلا خلص هذا النجم صرنا نعرف على نشوفه على البوكس أوفيس، نعرف أنه هو عم بيقدم موفي أكشن. وفي ممثل آخر بيقدم شخصيات خلينا نقول عن الفضاء، فصار في مثل الاختصاصات بالفن. فهل تؤيد هذا الكلام أنت؟ مع هذا كمان دخول البزنس بشكل واضح بالمجال الفني، صار هو المتحكم. صح. نظري انه هذا الممثل نجم شباك في الافلام الاكشن، فبيتم استهلاكه. وهي فكرة الاستهلاك اللي عم بحكي عنها. حتى مجال المغامرة عنا، يعني إذا بدنا نحكي بي 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 بوطننا العربي، المغامرة بي 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 بالتجريب مع الممثل هي فكرة يعني تكاد تكون ضئيلة جدا. صحيح. نسبة لشكل التجارب كيف عم تصير. صحيح. فأنا ما بدي حط دائما، يعني أنا بدافع دائما عن الممثل، وخصوصا نحن الشباب يعني، لأنه قلت لك يمكن أنا اليوم انحظيت بفرص وتجارب، وأنا حاولت وغامرت بإني روح إكستريم بالشخصيات. في غيري يمكن ما إجته الفرصة إنه يغامر، لأنه يمكن ما عم ينحط المكان الصح، ويمكن ما عنده الجرأة إنه يغامر، ويمكن أنت عم تسعى من بداية حياتك لحتى توصل لهي المرحلة خالد، لحتى تبين أنه أنت موهبتك ما في اثنين بيختلفوا عليها أبداً. من أول مشهد العالم بتشوفك بتعرف أنه أنت نجم وعندك مستقبل كتير كبير، وأنه أنت قادر تنافس وتكون من أهم نجوم الوطن العربي. من خلال تجسيدك لثلاث شخصيات رح بتقدم انترفيو بالعمل، هذا العمل يعني 3 characters، احكي لنا عنه، كيف رح تقدر تأدي ثلاث شخصيات بنفس العمل؟
انترفيو كمان كانت تجربة ريسكي كتير، كانت تجربة شبابية بالمطلق، بأول تجربة بعملها بمصر، بأول كمان تجربة مع اللهجة المصرية. حطوتت العمل هيك عن رومانسية، يعني هيك فينا نسميه رومانتيك لايف للمسلسل. فكرة الثلاث شخصيات هي شرط درامي موجود بقلب الحدوتة. في شخصيات تشبه بعضها وفي شخصيات بعيدة كتير عن بعضها بين هدول الثلاثة، يعني هذا كشرط درامي ضمن الحدوتة. كمان رحلة تجريب، محاولة قدر المستطاع أنه أعمل فروقات، حتى لو بالشخصيات اللي تشبه بعضها تكون فروقات بسيطة. حلو. كان صعب جدا. مستني أنا بصراحة أني أشوف نتيجة هاي التجربة، لأنه يعني خايف منها بصراحة، لأنه ثلاث شخصيات. خالد، بتعرف شو بحب فيك؟ التواضع. يعني اللي أدى باسل ما حيصعب عليه شيء تاني بصراحة. يلي اليوم نحن بنقول بالوسط الفني انه يلي بيقدر يأدي كوميدي معروف انه هو، وبيرجع بيأدي دراما مثلا، معروف انه هو فنان بيقدر يقلب مشاعره والبادي لانجوج تبعه، حركات وشه، حركات لغته حتى، وطبقة صوته، فهو متحكم بكل ادواته. فانت قدرت تلعب كل هاي الادوار، ما عندنا شك ابدا انك رح تقدم شيء بيليق فيك. يعني بتمنى. احيانا شرط التجربه يمكن ما بيعطيك هي المساحه، ممكن يعني صورنا المسلسل بعدد ايام ما كان كثير كثير. بتجربه اللهجه المصريه مع ثلاث شخصيات مختلفه، يعني هي تركيبه انا قلت لك كيف ناطر شوفها. هو حقيقه ما بعرف اذا تواضع، بس انا شوي واقعي مع التجارب اللي عم بعملها، بتعامل معها هيك عن جد بمنطقية عالية. فبتمنى أن يكون قدرت بهي التجربة أعمل شيء جديد ومختلف كمان. حلو. خالد، كتير شباب صبايا عم يسمعوك ببداية حياتهم، ببداية أحلامهم، شافوا فيك هذا الشخص اللي هن قدر يكسر حاجز الخوف وقدر يعمل حاله. فبدي منك هيك كلمة أخيرة لأي شخص حابب إنه يكون اليوم رقم صعب أو اسم مهم بالوطن العربي على الصعيد الفني أو حتى على صعيد العمل، وكل الأشخاص اللي بيتابعوك اليوم حابين هيك يسمعوا منك شيء بخصوص جيل الشباب، شو بتقلهم؟ مهمة صعبة والله اللي عم تقولي لي إياها، لأنه يعني قد تكون ظروف بيني وبين أي شاب مختلفة بشكل الأشياء كيف صارت. بس يعني أنا شخص بس مؤمن بالسعي والمحاولة، يعني حقيقة ما عندي أي شيء بقوله أكتر من هيك. فيني قلن يعني حب كبير لصبركم ولطاقتكم، يعني لأنه بعرف قديش صعبة المرحلة، لأنه أنا واحد من الناس اللي عشتها. فعن جد ما عندي إلا أقول إنه حب كبير لكل حدا قدران لحد اللحظة يحافظ على طاقته ليحطها بالمكان الصح، لأنه كلياتنا قدرانين بلحظة معينة نحط طاقتنا بمكان ننجز فيها ونقدم حالنا فيها ونعبر عن حالنا فيها، وهيك ننهض كلياتنا مع بعض بقلب بعض. لأنه للأسف هذا يعني الخلاص الفردي ماله حالة، يعني هو حالة صحية لكل فرد على حدة، بس للمجتمع وللمجتمع بلد نحن بحاجة إنه كلياتنا نقوم مع بعضنا بإنجازنا. صحيح. يعني خالد شخصية رائعة، حوار ممتع كثير كان بيني وبينك. أنا دائما
أنا وجمهور وكل حدا بيحبك بانتظار جديدك بانتظار أعمالك، فخورين فيك جدا بنجاحاتك والقصص اللي قدمتها، وأكيد عنا ثقة كاملة إنه القادم أجمل وأفضل. طالما عندك هاي العقلية وعندك هذا الشغف وعندك هذا الاختلاف فأنت أكيد رح بتضل نجم صف أول. شكرا كثير لوقتك، وبنتمنى لك التوفيق بالسباق الرمضاني وبكل أعمالك القادمة خالد. شكرا لك وشكرا لكلامك ولاتصال قناة سمع، وشكرا هيك رح استغل هاي الفرصة وعايد على الناس عامة بقدوم شهر رمضان المبارك، إن شاء الله هيك يكون أكيد مليء بالخير والبركة والصحة على كل الشعب السوري الجميل. آمين يا رب، بالتوفيق خالد. مع ضيفي المميز وعناويني المميزة بنكون وصلنا لختام حلقة الاستديو لهذا الأسبوع، ولكن أكيد نوعدكم بوجبة من الأخبار والترندات والضيوف المميزين بالأسبوع القادم، رح نخبركم عنهم أكيد، وأكيد ناطرينكم بالاستديو الخميس لحتى تعرفوا آخر الأخبار الفنية والعربية.